محمد جبريل باحث في الإسلاميات. ولد محمد جبريل في عام 1990 وتخرج في كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر في عام 2011. شارك جبريل في تأسيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في عام 2011، كما عمل جبريل بالصحافة منذ العام 2014، وهو كاتب مقالات في جريدة القاهرة الثقافية وموقعي مدى مصر وألترا صوت. هو باحث في مؤسسة نصر أبو زيد للدراسات الإسلامية، وشارك بمؤتمر التأويلية ونصر أبو زيد في أكتوبر 2014. ساهم محمد جبريل ببحث في الكتاب الصادر عن المؤتمر والمنشور عبر دار العين، وهو أيضا مهتم بالفكر العربي المعاصر وقضايا التغيير السياسي في العالم العربي.